ربما كاين ما احسن، ولكن ديما الرضا هو طبيب القلوب والدواء ديال النفوس. قرا هاد الجمله هادي في واحد الكتاب كان في الدو هو كيقول الحمد لله، ودماغو كان اكسبتا ديك الجمله اللي في الكتاب. ايماجيني معايا تعيش حياتك وانت ديما طامع في ما احسن منك، تعيش حياتك وانت كتشوف راسك باللي راك مظلوم وما معطيش ليك داكشي اللي كتستحق، تعيش حياتك وانت طامع في ما احسن وكتجري وراه وكتلاتكي الكلب. مجرد تخيل هاد الشي غادي يكون صعيب بزاف، حيتاش الا عشتي حياتك بهاد الشكل هذا فراغا تعيش الجحيم فوق الارض. ولكن السؤال المطروح هنا هو واش هاد الشي اللي كتقتنع به كتطبقه في حياتك الواقعية؟ هاد السؤال كيتطرح على الناس اللي في نفس الموقف، اما الا كنتي انت اللي في نفس الموقف فراغا غادي يكون عندك واحد الاقتناع اخر، هاد الاقتناع اللي غيكون بعيد على المبادئ ديالك وفكارك. بلا ما نخبلكم بعض الخرطي، هذا غير تمهيد روتيني على الشي اللي غنعاود لكم. كالعاده ندخلو في المسقي، واللي ما كيعجبوش المسقي نعطيه الفوار ونرويه ليه بالمغرفة القصة. اكادير 2021 وبالضبط في واحد نهار اثنين من العام، شادية وجدت ولا مازال؟ هذا عماد اللي لاغا مراتو وسولها واش وجدات ولا مازال. لاغاتو مراتو وقالت له عفاك عماد غير خلي اجل هاد الصفر هذا حتى الغدا، راه كتبان عيان وما هواش. لقاها راجلها وقال لها راه قلت لك اشنو كاين، انا راه وعدت بنتنا حياه ما شتيهاش مسكينه كي فرحانه، وراكي عارفه الدراري الصغار الا مشيت حتى قلت لها لا ولا شي حاجه صبري حتى الغدا هي راه ما غاديش تفهم ليك هاد البلان. زيد عليها البنيه ما بغيتش تدي عليا شي نظره ديال بلي راني كنخلف بوعدي، الدراري الصغار راه ورقه بيضاء ولا مشاو حتى وداو عليك شي نظره فراه غادي بقاو ديما يشوفوها فيك. الطوموبيل راني وجدت فيها لي فاليز، دابا غير قادي حالتك باش نخرجو. هاد الكوبل هذا كانوا مقررين انهم يدوزوا الصيف عند عائلتهم في السعيدية. المرأة كانت كتحاول تقنع راجلها باش ما يمشيش اليوم حيت كانت باينه في عيان وما يقدرش على السفر، ما يقدرش يسوق. زيد عليها كان حتى داك الكونجيلي واخد وقته غير بزز من خدمته، ما كانوش كاع باغيين يعطيوه له، وفي اي لحظه يقدر يعيطوا له. ولكن كانت هضرتها بحال الا كتكب الماء على القرع، لا ما كيبقى بلاصتو لا قرع كتسرد. عماد اللي فراسو فراسو كان مقرر انه غيديماري اليوم. اما البنيه حياه اللي عندها 10 سنين فراه هي كانت ما مسوقاش لهاد الخرطي كامل، هي كانت فرحانه وباغا غير امتى تشد الطريق. هاد البنيه هادي كانت كتشبه لباها بزاف، لا في الشكل لا في الطبيعه. حياه كانت متعلقه بباها بزاف حيتاش وقت ما قال لها شي حاجه كيديرها، وحتى هو كان متعلق ببنته وقريب لها اكثر من امها. الناس جيرانه كانوا كيشوفوه ديما باللي كيخرجها ويديها يلعب معاها، كيقولوا باللي راه مفشا اكثر من القياس، عكس هو اللي كان كيشوف من المنظور الخاص انه هذا حقها، كخص يتعامل الاب مع بنته يديرها صاحبته وعشيرته. كان ملي كيقول له شي حد راك مفشش البنيه راك غتخرج عليها، كيجاوبو كيقول له واخا الا ما فشتهاش انا شكون غيفشها، نخليها تقلب على اللي فشها من الزنقه، راه البنت كتقلب غير على الحنان، الا ما لقاتش اللي يعطي لها غادي تمشي تقلب ليك على اللي يعطي لها من الزنقه. كان هذا هو المبدا باش كيفكر عماد من هذا الشيء كامل، غادي يخرجوا وغادي يشدوا الطريق. ديما راهو شدوا طريق مراكش، قبل ما يصلوا لمراكش غادي يدخلوا لواحد القهيوه في الطريق، هاد القهيوه هادي اللي غادي يجلسوا فيها باش يتغداو. هنا عماد غيلاحظ باللي مرتو كانت ما هياش، كانت مخوطره شويه، يقول لها امالك ياك لاباس تلقي ديك الغباشه راه حنا مسافرين زعما، وزيدونا حنا خارجين دابا وحنا وصلنا كاع مراكش تقريبا ما وقع والو انا باقي قادر نسوق. ردات عليه وقالت له اراضي راه مراكش عرفتي في كاينه السعيديه ولا لا؟ قال لا ما انا حنا شنو زربنا غاديين ونستراحوا في الطريق حتى نوصلوا بشويه علينا. هنا عماد غيشد يدين مراته وغيبوسها، قال لها ما تخافي والو ان شاء الله غادي نوصلوا بخير. عماد كان كيعامل مراته ديما مزيان، كان كيعامل مرته وبنته طوب، كان نعم الزوج ونعم الاب، غادي يقصيو داكشي اللي قسم الله وداكشي اللي وقفوا على قبله وغادي يشدوا الطريق من جديد. انا غايقول لهم ما غاديش ندخلوا لوطوروت غنمشيو نكملوا في الطريق العاديه، الطريق العاديه راه فيها ما يتشاف حسن من لوطوروت. زيد على لوطوروت كتجيب ليا النعاس مع مسرحه كتخليك تسهى بلا هواك، وفعلا داكشي اللي كان، شدوا الطريق العاديه ومع خرجوا من مراكش، وبالضبط ملي قربوا للسطات بشي 100 كيلومتر تقريبا، عماد غيبيضوا بلي واحد الرموك، ولكن اللي ما كانش ضارب له الحساب هو انه الرموك كان قبال توكار،
وكانت طموبيلة جاية من الفاص الآخر. باللي دوبلا الرموك كيشوف الطموبيلة اللي جاية في طريقها، هنا قال غنزعم ندوبلي حتى الكار وندخل دغيا باش نخلي الطموبيلة تدوز. ولكن الكار كان ما شافوش في المراية، عيما ضعفت باش يدوبلي والكار عافت كتر منه، الشي اللي غيخلي هاد الشي يدوز في رمشتين. الطموبيل اللي انفاس معاه اللي كانت جاية في طريقها كانت كلاكسوني عليه، ولكن هو كان صافي تاخد القرار. هنا غيدور الفولون وغيخرج من الشانطي، فهاد البوان بالضبط فين غتوقع الواقع. الطوموبيل غتقلب بيهم في واحد الواد، هنا كلشي غادي يفقد الاحساس بالعالم. من بعد الكسيده الفياق غيكون نورمالمون في زوج ديال الكوانات، يا في السبيطار يا في القبر. ومن زهر عماد غادي يفيق في السبيطار، مع فاق بدا كيسول على مراته وبنته. مراته ملي فاق لقاها فايقة قبل منه، ولكن البنية لقاها دخلوها للغرفة العمليات. عماد كان مهرس من رجليه، مراته كانت موقع ليها والو، كانت غير سخفانة، ولكن البنية هي اللي كلات الدقة. بداو كيسولوا الفرملية على بنتهم، الفرملية كيطمنوهم ان شاء الله راه ما يكون غير الخير. ولكن في واحد اللحظة غيخرج الطبيب وغيذكر ليهم سميت الله في داكشي اللي كان كيقول. وملي الطبيب كيذكر سميت الله في كلامه، فراه عارف باللي غادي يبشرك بخبار ما باغيهاش انت. الطبيب غيقول لهم داكشي اللي ما كانوش باغين يسمعوا، البركه في راسكم، الله يصبركم، البنيه راه تقاتلنا ودرنا اللي علينا، ولكن ربي كان بغاها وداها. دق لهم هذا الكلام كيلبيكور هذا السم ودمار، ما كلاش ندخل ونوصف لكم في حالتهم، حيتاش خانوصف التانية ما نقدرش نوصل لكم واخا غير 1% من داكشي اللي حسوا به. الله يسمح لينا من الوالدين. الواد الحزن حمل والدموع بدات كطيح على الخدود، ما تأنيب بالضمير اللي كان كيحس به الاب، فراه كان ما بحالو تأنيب، خصوصا انه ما كانش كيتصنت الكلام مرتو اللي كانت كتقول له اجل هذا الصفر هذا، ويا ويل كي لمشى حتى تجمعوا عليك هاد الزوج. الحزن وطأنيب بالضمير. زيد عليها الحاجه الثالثه هي انه الاب كان مولف بنته بزاف، كان نصرها عليه وداصر عليها، وكان متعلق بها لواحد الدرجة ما كتوصف شاي. هادشي كامل غادي يخلي عماد يدخل في واحد الحالة نفسية يرتاح لها. عماد كان كيحس بلي هادي هي النهاية ديال اي حاجة زوينة في حياته. غنسكيبي هاد الفترة ديال الحزن وديال العزو وامشي بكم للفترة اللي جاية من بعد، حيتاش هي علاش غنبازيو في قصتنا. عماد كان غير ساد عليه في بيته، ما كيهضر ما كيلاغي حد. اما مرتو شادية فراه صبرها الله، وكانت كتقول مع راسها ما يمكنش ينطيحوا بزوج. زيد عليها كانت مسكينه مقصحه من زوج جواي، ما حيلتها البنت اللي ضاعت لها من بين يديها، ما حيلتها لراجلها اللي كيضيع لها وهي كتشوف فيه. وهذا الشيء طبيعي الخوت، ما الله يحفظ لا قدر الله ووقع عليك بحال هذا الشيء. فإلا جيتي تفكر بعقلك وتحط راسك بلاصه هاد الوالدين هادو، فراه غتبقى تقول انا الا وقع لي بحال ما هكا غنمشي فيها. عرفتي شنو هي تفرقك بالذكرى؟ واحد الاحساس اللي خايب بزاف. ولكن سبحان الله واخا هكاك ربي كبير، حيتاش وقت ما كطيح في شي مصيبه ربي كيزيد لك في الدوزاج ديال الصبر وكيعاونك بالنسيان. وهذا الشيء بالضبط اللي عطى الله لشاديه، حيتاش العزو هي اللي دوزاته وهي اللي كانت واقفه عليه. اما عماد فراه كان ما كيشوف حد، كان غير ساد عليه في بيته وما باغي يهضر مع حتى شي واحد. داكشي علاش مسكينه شادية صبرات وكانت كتقول مع راسها راه ما يمكنش ينطيحوا بزوج، على الاقل اللي طيح فينا واحد ويبقى واحد. واخا ملي كتوقع لك شي مصيبه الله يحفظ فحال ما هكا كتولي انت كجسد بلا روح. سال المجرب لا تسال الطبيب، لا يقدر لا عليا لا عليكم شي حاجه فحال ما هكا العزاز. سال العزو، بدات الايام كتدوز بواحد البطء شديد. نهار بعد نهار رواحهم كانت كتموت كتر من الايام اللي دازت، خصوصا شادية اللي كانت في واحد الموقف اللي صعيب بزاف، موقف بين ام فقدت بنتها والموقف ديال راجلها اللي ما كانتش عارفة كيفاش تخفف عليه ولو غير شوية، وهي اصلا براسها كان خاص اللي يخفف عليها. شادية كانت وحيدة، كانت مقطوعة من شجرة، ما عندها لا والي ولا تالي. هي اصلا كانت بنت عمت عماد، توا والديه ما خلفوه غير هو، وماتوا هادي زمان. عماد وشادية كانوا هما مع بعضياتهم فيهم كلشي، بالنسبة لها هو باها وامها واخوها واختها، وهو كذلك هو المثل. كانوا عايشين مزيان خصوصا من بعد ما تزادت بنتهم، كانت هذيك هي الفرحة اللي دخلت عليهم للدار. ولكن في رمشتعين مشى كل شيء. عماد كان طاير في السماء، في البلاصة غادي يطيح لقاع سبع بحور.
شادية مسكينة كانت متحملة هذا الشيء وكان حمل ثقيل عليها، خصوصا هي غير ولية. صعيب بزاف ملي كيكون ما واقف معك حتى شي حد. الراجل في الركنة والبنت مشات عند الله. عماد كانت حالته غادة وكتزيد تخياب، داز اكثر من شهر وهو ما قادرش مازال حتى يمشي لخدمته، ولكن ولا كيهضر ويتبادل اللغة مع مرته، ولكن بمعنى اصح السيد راه كان مرفوع لواحد العالم اخر، ما كانش عايش الواقع اللي عايشينه حنا. عماد كان كيهضر ولكن كيهضر غير مرة، حتى ملي كيهضر كتقول يا ريت يكون غير سكت، حيت داكشي اللي كيخرج من فمو كان غير خرطي وتخرات خاوي، كان كيدخل ويخرج في الهضرة هكاك. كان ديما كيفيق بالليل وكيبقى يعيط لبنته حنان، وكيبقى يعتذر لها باللي راه هو سبب موتها، ونهار كامل وكيبقى يهز تصاورها وكيبقى يلاغيها. الاحساس ديالو بالذنب كان قوى من الحزن اللي كان لداخل ديالو، هادشي اللي خلاه ما يقدرش يتحمل تأنيب الضمير باللي كان كيأنبو، اللي كان كيقول له بلي راك انت السبب، كريت كنت صنطي الكلام مرتك واجلتي السفر كرا بنتك مازالها في حضنك. شادية مسكينة كانت كتقاتل باش تخرج راجلها من هاد الصدمة اللي طولت بزاف. عماد ما كانش كيسمع لهضرتها، حتى ملي كتجي تهضر معاه في السيوجي كيدور فيها، وهادشي عكس التعامل اللي كان كيعامل مرتو. شادية مرتو غادي تدير واحد الخطوة واللي هي غادي تلتجأ للطب. عماد كان عندو واحد عشيرو سميتو كمال، هاد كمال هذا كان طبيب نفسي، زيد عليها كان جارهم، كان ساكن حداهم. شادية غتعيط له وغتعاود له على الحالة ديال صاحبه. كمال كان عارف باللي صاحبه كيدوز من حالة نفسية ما هياش، داكشي علاش قال غادي نمشي باش نعاونه، من غير لاجر اللي بغيت ندي معاه راه صاحبي. شادية مسكينة كانت معلقة الامال ديالها على هذا الدكتور كريم، كانت باغا يرد لها راجلها اللي كانت عايشة معاه هادي 12 سنة. عيطات علو ولبى النداء. ملي دخل عند عماد ما كانش باغي يتبادل مع الله، حدو نطق بزوج كلمات، وحتى كمال هزو وحطو من هاد زوج كلمات اللي قال. عرف الحالة ديالو وحدد شنو عدو بالضبط. ملي خرج عند مرتو قال لها سمعيني يا مدام شادية، عماد راه عدو واحد المرض سميتو نيكروفوبيا، هذا مصطلحها الطبي، مصطلحها بالعربية فوبيا الموت. قالت له كيفاش فوبيا الموت؟ قال لها كيخاف من الموت وكيرفض بانه هاد الموت هادي راه واحد الحقيقه كونيه، الشيء اللي خلاه يرفض وجود الموت في حياته، ما تقبلش انه شي حد قريب منه مات. داكشي علاش الصدمه اللي كانت تصدم كانت قويه، لانه الصدمه تخلطت بالخوف والانكار. عقله كينكر له الواقع، عقله لحد الان مازال كينكر باللي راه بنته مات، عقله كيتفلى عليه وكيحسوا باللي هاد الشيء اللي كيعيشو راه غير واحد الحلمه وراه غادي يفيق منها في شي صبحيه. هاد الخرطي اللي خرطت عليك حتى لدابا كامل راه اعراض النيكروفوبيا. هاد الاعراض هادو راه ما كيجيوش غير بوحدهم، كيجيبو معاهم حتى عشرانهم، الدوخه والراس، ويقدر كاع بعض المرات يتقيه وضيق في التنفس والدقات قلبو غادي يوليو متصارعين، وقلبو في بعض المرات غيبقى يضرب بالجهد. ولكن ما تخافيش يا لاله شاديه، ان شاء الله غيكون خير. انا راه غنبقى كل مره نطلع له وندير كاع داكشي اللي في جهدي باش نخرجو من هاد الحاله. هنا شاديه غترد عليه قالت له ويه يا دكتور كمال، راه ديما قلبو كان نسمعلو كيضرب بالجهد ملي كان قرب حداه، زيد عليها كيتشكى من ضيق في التنفس وديما راسو ضار. قال لها واش قلت لك؟ هادو راه كاملهم اعراض ديال النيكروفوبيا. الدكتور كمال غادي يخرج وغادي يخلي شاديه، اللي غادي يخرج عندها عماد هو وغادي يصبنها مزيان. بدا كيقول لها علاش، واش بنت لي كان احمق ولا شنو؟ شنو زعما جايبها ليا طبيب نفساني؟ لا صافي غير دينيني ترميني في السبيطار دالهبل. شادية مسكينة ردات عليه وقالت له واش حماقيتي ولا شنو؟ هذا اللي جبت لك راه صاحبك عماد، نسى باللي راه طبيب نفسي، هذا راه صاحبك قبل ما يكون طبيب، وزيدون راه ماشي انا اللي عيطت له، راه هو اللي جا مسكين بغى يشوفك. عماد غير رد عليها وكان اغريسيف في كلامه، قال لها اخر مره يدخل عندي شي حد، سمعتي اخر مره، انا راه بخير، اش واقع كاع؟ مات حنان ومن بعد راه كلنا غنموتو. شادية مسكينة كانت كتعاني الأمرين، كان عماد كل مرة كيهضر معاها بصيغة، مرة بصيغة داك الأب اللي متأثر على موت بنتو، مرة بصيغة واحد الشخص اللي كيستصغر كلشي. شادية غادي يقوى عليها الحمل وما بقاتش قادرة باش تهزو بوحدو، الشي اللي غادي يخليها تعيط لواحد عم عماد. هاد عمو هذا كان هو بوحدو اللي بقالو في عائلته، كان عايش في ميريكان،
كانت عارفه بلي عزيز عليه عماد. عيطات علو وعاودت له لافير، قالت له كلشي من ا حتى لزيد. جاوبها حتى هو وقال لها وعلاش دابا عاد جايه تقولي لي هادشي؟ محشوماش عليك، راه ولد خويا هذاك وخصني نوقف معاه. المهم انا راه غادي نشد الطياره في هاد السيمانه وغنجي عندكم. عماد كان غير كيخرج كياكل، بعض المرات الى اكله وكيمشي للبيت ديال حنان بنته، تما فين كيبقى يشد تصاورها وكيبقى يهضر معاهم وكيهضر بحال الا كاينه معاه. اما شاديه مسكينه فرا كانت كتعاني الامرين كيف سبقت ليكم، خصوصا انها كانت حاسه به، ولكن حتى هي راه غير وليه، حتى هي خص اللي يحس بها. شاديه عجزات كيفاش غتعاون راجلها، والعجز العزاز ماشي هو غير العجز الجسدي بوحده، اصعب عجز هو العجز النفسي اللي كتدمر وما كتلقى مازال ما دير. الدكتور كريم غيبدا يزور كل مره عماد صاحبه في كل صبحيه، بعد مرات كيلقاه مكالمي وطبيعي، وبعد مرات كيلقاه معصب وكيجري عليه. واخا هكاك كان داير بحساب العشره وعارفه بلي راه ما كيتصرفش بهواه. كريم كان مقدر الحاله ديال عماد، كان ديما كيحاول يحسنها، ولكن اللي ملاحظ بلي راه ما كاين لا تحسن لهم يحزنون هي شاديه. شي اللي غادي يخليها في واحد الصبحيه تسول كريم، قولي يا دكتور انا راه كنحس بلي راه ما كاين لا تحسن لا والو، راه حالته غادا وكتكفاس، زيد عليها ولا عصابي اكثر من القياس، ما بقيتش كاع كنقدر نهضر معاه ولا نلاغيه. رد عليها الدكتور قال لها ما عندي ما نقول لك مدام، غير صبري وصافي، هادشي راه طبيعي بالنسبه للحاله اللي كيدوز منها عماد. زيد عليها عقلو مسيطر عليه، ما قادرش يخرج من هاد الحاله اللي فيها هو. راه في العلاج النفسي اكثر حاجه كتعاون المريض باش يتعافى ويبرى هي انه يتقبل ويعترف بمرضه، ولكن عماد عقلو سيطر عليه، ما قادرش مازال يتحكم في السيتياسيون ديالو. هاد الخرطي اللي خرط عليك حتى لدابا مدام غادي يخلي التحسن ديالو يمشي بواحد الوتيره بطيئه، وبعد المرات كاع يقدر يبان لك باللي راه غادي وكيرجع باللور كيف قلتي، ولكن املنا في الله كبيره مدام. اهم حاجه دابا هي ما تخليش يقعد بوحده، ديما حاولي تهضري معاه ولا غير، واخا يضر فيك واخا ينوض كاع يبغي يضربك، ما تسوقيش لهادشي واعتبري داك الجيست باللي راه ماشي منه. هاد الفتره هادي اللي فيها دابا راه ماشي في وعيه، الايام بدات كدوز والدنيا غادا وكتكحال في هاد الدار. واحد الصبحيه عماد غادي يهز تليفونه وغادي يبدا طالع هابط في فيسبوك، انا غيدخل لواحد المنشور تلاقى معاه في واحد الجروب. هاد الجروب هذا اللي كان داخل له عماد كان ديال واحد طبقه من الناس اللي كيهضروا على السحر وعلى هاد الهيت. لقى بلي واحد خونا كاتب واحد البوست وقايل فيه اجيو تسمعوا هاد الشعشوعه شنو هي. بين قوسين الخوت هاد الشعشوعه غير اسم مستعار، اسم مستعار للكلمه اللي كانت محطوطه بالصح، حيتاش ما كاين لاش نقولوها وصافي ما عليناش. هاد خونا هذا كان حاط هاد كلمه الشعشوعه وقال لهم اجيو تعرفوا شنو كدير هاد الشعشوعه هادي. تحت العنوان كاتب الارتيكل واللي فيه الا كنتي كتعتقد بلي راك عارف كلشي على راسك راك غلطه كريت. عماد غيشد انتباهه هاد الارتيكل اللي غادي يخليه يقرا كاملو، واللي غادي يعرف منه بلي هاد الشعشوعه هادي واحد الكيان وهمي اللي كتستدعيه عن طريق شي جمل خصك تقولهم. هاد الكيان هذا اللي غادي يخليك اولا غادي يتمثل لك في داكشي اللي بغيتيه انت، يعني ملي غادي تحضرو غتقول ليه كون هاد النوطه هادي غادي يكونها، كتقادو وتعجنو انت كيف ما بغيتي، كتختار له الشكل اللي بغيتي يتشكل فيه، وتختار له الصوت، وتختار له اي لعبه بغيتيها. وهنا كيولي هاد الشعشوعه هذا لاصق ليك في دماغك، وقت ما بغيتي يهضر معاك كيبدا يهضر معاك، او لو وقت ما احتاجيتي انت تهضر معاه كتهضر معاه. خوتي العزاز راكم عارفين على ايش كندوي ملي كنقول نوطه بحال تحضروا عرفوا راه قضيه ما هياش. هاد الشعشوعه هذا كيولي لاصقك، كيولي ديما كاين معاك، زيد عليها كيكون تا هو عاد دوريو وكيبقى يتجادل معاك، يقدر يوافقك يقدر يعارضك. عماد غادي يقرا هادشي وغادي ينزل الكومونتيرات، وغيلقى بلي فعلا الناس داروا هاد التجربه وصدقات لهم، ولكن لقى كومونتيرات اخرى كتقول بلي هادشي راه خطر بعدو منه، راه ياما خرب بزاف ديال البيوت. عماد كان قرا هادشي ولكن الشي اللي فراسو فراسو نزلات على واحد الفكره كي الباطل، فكرة ديال انه يحضر هاد الشعشوعة هذا ويدير له
الصورة ديال بنته. الله يسمح لينا من الوالدين الخوت، الله يسمح لينا من الوالدين. هنا قرر باش يدير داك الشيء اللي مكتوب في داك الارتيكل. داك الشيء اللي مكتوب كان انه غادي يحضر داك المخلوق، يحضرو بشي طقوس خاصه، يعني يجيب شي شماع وشي تخربيق بحال ما هكا، ويبقى يقول شي كلمات ايوا من بعد يحضر الحاضر. عماد كان واخا هكاك ما متيقش هذا الشيء، قال انجربو واللي ليها ليها. وفعلا داك الشيء اللي كان، غيطلع لبيت الصابون وغادي يسد له، ويبدا يدير دوك الطقوس اللي شافهم في داك الارتيكل. القضيه غتصدق له بالجهد وغادي يحضر الحاضر، وفعلا غادي يشكلوا على شكل بنته. وهنا لغلوغ عماد غيبدا يتخرد للبلبيان. داكشي اللي كان ما متيقوش هو ولا بصح، ولا ديما كيلاغي بنته بحال الا كاينه معاه، ديما خارج معاها، لا هو داخل هو وياها. مراته ولات كتشوف هاد لي جيست هادو ولات غير كتعجب. الشي اللي غايخليها تقولها للدكتور كمال. الدكتور كمال عشير عماد اللي غادي يجي عندو في واحد الصبحيه، ومن بعد غادي يبدا يقول له كيفاش مع من كتهضر. عماد كان ساكت ما بغاش يقول له والو، ولكن من بعد بدا كيقر له، كيقول له راني كنهضر مع بنتي، شنو فيها شي عيب؟ قال له كيفاش بنتك؟ هنا عماد غيتبدل له الصوت وغادي يولي بحال الصوت ديال حنان بنته. غيلاغي كمال وقال له بحال هكا انت كتشوف، انا حنان اللي كنهضر معاك، اش بان لك دكتور تمشي فحالك ولا لا؟ الدكتور كمال غينسب هاد الشيء لما هو علمي، داكشي علاش غيقول لمرت عماد راجل كما دام راه عدو انفصام في الشخصيه. الموت ديال بنتو اثرت عليه ودارت له ازدواجيه في الشخصيه ديالو. مراتو غتقول له هي وشنو الحل ديال هاد الشيء؟ قال لها راه خصو ضروري يمشي للسبيطار، ضروري ملي ولات الشخصيه ديالو كتزدوج فراه ضروري خصو لوبيطال. هنا غتقول له مرتو ولكن انا شاكه في حاجه اخرى دكتور. قال لها اللي هي؟ قالت له انا شاكه فيه باللي مساتو شي حاجه، ودو المس ولا داكشي ديال الجن ولا داكشي ديال تسكن. قال لها سمعيني نقول لك، انا غنراقبو فين كيمشي كيريح، واش كيتخلوى؟ قالت له راه كيمشي كيريح في واحد البيت الفوق ديال الصابون. قال لها انت كيمشي لها؟ قالت له راه دابا غتخرج غيمشي لها عاوتاني. قال لها شتي ما ديري، انا غادي نسمر عليه ونعرفو شنو كيدير. وفعلا داكشي اللي دار الدكتور كمال، طلع هو يسمر عليه في بيت الصابون، تخبى بشي قش تما كاين، وبدا كيساينو يمتى يدخل. وفعلا خونا غادي يدخل، وبدا كيمارس عاوتاني دوك الطقوس ديالو. شويه بدا كيهضر هو، وفي نفس الوقت كيبدل الصوت ديالو، كيولي الصوت بنتو حنان، وكيجاوب راسو على داكشي اللي قال. هنا الدكتور عماد عرف شنو كاين، وعرف باللي فعلا داك الشيء عندو علاقة بالجن وداك الهيت. غيخليه حتى ينزل، وغادي ينزل عندو للدار، نزل باش يحضرو باللي هاد الشيء اللي كيدير فيه ما هواش، وباللي بهاد لي جيست غيأدي راسو ويأدي مراتو اللي ما عندها حتى شي ذنب في هاد الشيء. عماد ملي لغا كمال وقال له هاد النوطات، غيرد عليه بشي تبريرات وقال له شنو بغيتيني نديرها؟ انت راه ما حطيتيش راسك بلاصتي باش تحس بالعافية اللي شاعلة لي في قلبي لداخل. رد عليه كريم وقال له هذا ماشي مبرر اخويا، هذا ماشي مبرر، خصك تفهم عماد بلي راه اللي مات راه ما كيرجعش مازال للحياه، وراه واخا دير اللي درتي والله لا رضيتيه، راه الشيء اللي كدير فيه دابا راه كفر، كفر والعياذ بالله من جميع الاتجاهات. انت باغي ترد بنتك للحياه، باغي تعاود تخلقها، استغفرت الله العظيم. وانت مؤمن صاحبي وباللي عارف راه كاين واحد اللي هو الخالق القهار، هو اللي كيخلقنا وكيدينا عدو وقت ما بغى. راك كفرتي اخويا بالقضاء ديال الله، علاش ولا راسك قاسح ومصر باش تكفر؟ علاش؟ هاد الجمله الاخرانيه اللي قال كمال سرحت مع العظام ديال عماد، بحال الا تقول فيقاته. عماد حس بالبشاعه ديال داكشي اللي كان كيدير، بحال الا تقول كان خاصو شي حد اللي فيقو. هنا عماد بدا كيتفكر باللي الواحد يوقع اللي وقع خاصو يقتنع بالقضاء والقدر ديال الله. عماد كان يلا غادي يرد على كريم ويتبدل له صوتو تاني، غير هاد المرة ما ولاش عدو الصوت ديال بنتو حنان، هاد المرة خرج من فمو واحد الصوت شراني. بدا كيقول لكمال اشنو بغيتي عدي؟ اشنو بغيتي عدي؟ راه هو اللي حضرني وخلاني نسكنو، طير دابا حيد من قبالتي لا نضربك شي ضربة نعوجك. فعلا غادي يضي ماري كريم، حيتاش هادشي اللي كيشوف قبالتو ما كانش كيبشر بالخير. عم عماد ها هو جا وصل،
اللي شاف حالة ولد خوه ما عجبوش اي الحال، هزو ديريكت وداه للوبيطال. في الوبيطال قالوا له باللي راه عنده ازدواجيه في الشخصيه وغادي يبقى يطلع ويهبط معاه لمده شي شهر تقريبا، ولكن القضيه ما كانت شايكه تتحسن حيت الشيء اللي عند عماد ماشي شغل السبيطار، دواه ما كاين شايف السبيطار حيت دواه كاين عند الدروقات بالقران. هذا الشيء اللي غتقولوا لي غير واحد الفرمليه. قلت له كنصيحه لوجه الله دي هذا السيد هذا لعند شي فقيه، شي فقيه اللي يكون متمكن. هذا السيد هذا راه مسكون، راه ما عندوش مرض نفسي، هو فعلا هذا الشيء اللي ساكنو على شي حاجه كانت واقعه له، ولكن راه واخا يبقى هنا حتى 10 سنين راه عمر غادي يتشافى. لبست ديال السبيطارات غيدير عليها كروا عم عماد، غيولي هو وشادية تابعين لبست ديال الفقه، فعلا غادي ينعتو له واحد الفقيه في سوس. هاد الفقيه هذا كان متمكن من داكشي اللي كيدير. هاد الفقيه هذا ما كانش سحار، كان كيداوي غير بالقران. غيبدا الحصص مع عماد، ولكن داكشي اللي كان في عماد كان مجهد بزاف. التعويذه اللي قرا عماد كانت حضرات له شي حاجه نيت اللي مجهده، واخا هكاك داك الفقيه كان تقاتل معاه، كان داير معاه الماكسيموم ديال داكشي اللي عارفو اللي قرا في المسيد. غيبقى الحال على ما هو، حتى عمو مسكين كان واقف معاه، بقى مقاتل معاه وجلس هنا في المغرب وخلى شغالاتو في ميريكا. الحال ما تبدل على الحال، وعماد حالته غادا وكتكفاس الماكتر، خصوصا انو داكشي اللي فيه جار علوم اللي ولا عماد تابع له لابيست ديال القران. وفي واحد الصبحيه غتنوض شاديه وغتلاقى غير بلاصه عماد خاويه، بدات كتقلب قالت يقدر يكون مشى غير للطواليط، ولكن ما لقاتو شاي في الدار. انا عيطات لعمو قالت له اش كاين اش ما كاين، جاوب بدا كيقلب والو. انا القضيه غادي تقلب سفاه على عماد، كل شيء ولا كيقلب عليه، ولكن للاسف الى يومنا هذا تحد ما جاب عليه شي خبيره. العقل البشري العزاز ضعيف وضعيف بزاف، وملي كيضعف كيصعب علينا نكابطيه، محتاج بعض المرات كيبين لينا باللي الحاجه الخايبه راها هي احسن حل، راها احسن حل داكشي اللي خايب كندوزو منه، خصوصا الى لقى روحنا هلكها الحزن. كيتفلى علينا وكيستغل ضعفنا وكيخلينا نمشيو بارادتنا في واحد الطريق كلها دمار. داكشي علاش وصيتي ليكم الاعزاز، معمرك تسمع لعقلك ولا قلبك في شي وقت اللي انت ما هواش، خصوصا الوقت اللي تكون فيها كاعي ولا حزين، حيتاش في هذا الوقت اللي تكون فيها انت حزين ولا غضبان ومشيتي حتى تبعتي في عاريك، فراه اكيد غيسالي بك كما سالى بخونا كمال. ف الله يدينا في الضو، الله يدينا في الضو. هاد الناس مساكن راه الى يومنا هذا باقين كيقلبوا على هاد السيد، الى يومنا هذا ما وصلتهم خبيره عليه. الله يشوف من حالهم وحاله. ترانا الخوت ديال هاد القصه كانت هادي هي الترمينيس ديالو، فهذا مكان العشرين. تالله.